is going to cost you something. People who صعب نرضي كل الناس، صعب نرضي كل الناس، بس نحاول نرضي ربنا مهما عملنا، مهما عملنا حنلاقي ناس حيقول لك اوف بس هذا الجبل اللي عملته من ذهب ما فيك تعمل اكثر من هيك. نمبر 1، شروط النجاح كثير، هاي شاي اخضر وهي قهوه، مرات بعبي ينسون، نقعد ساعه ساعتين ثلاثه نتامل بكل شيء. صعب نرضي كل الناس مهما عملنا، صعب نرضيهم، يعني هيقول لك ليش هيك عم تعمل وليش، فبنرضي ربنا بعدين بنحاول نرضي الناس كلها كلها. هاي خطط هون يومية وشهرية وأسبوعية، في شيء بحققه وفي شيء ما بحققه. عندي حوالي 50 ورقة زي هيك لسه فيهم مليان. اللهم استغاث، اللهم استغاث، مهما عملنا صعب نرضي كل الناس. نلبس نظارات زرقاء، بقول لك ليش لابس نظارات زرقاء؟ طعم الجبل من ذهب بيقول لك بس هذا الجبل اللي عملته. صعب نرضي كل الناس، فأهم شيء نرضي ربنا، نغير نفسنا، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. هاي إذا بتحبوا تشوفوا خذوا راحتكم، هاي الشهر هذا الشهور اللي راحت، في شيء سويناها في شيء ما سويناها، منخطط سنوات، اللهم نحاول نغير عادات غذائية صحية اجتماعية. صعب نرضي الناس كلها، بس سهل انه نشوف الشغلات الكويسة في كل حدا، كل إنسان، في كل ملة، في كل مذهب، في كل دين، حتى الناس الأعداء بنشوف الشغلات الكويسة منهم. بنحول العقارب إلى أقارب، هذا مبدأني، مبدأي أنا ومبدأ أكثر الناس الكويسين المؤمنين. بدنا نحاول نشوف الشغلات الكويسة في كل حدا، أوكي؟ ما في حدا كامل 100%، كلنا عنا أغلاط، أولهم أنا، قلت أنا أول واحد عندي أغلاط نفسي، أغلاط إيمانية، أغلاط اجتماعية، أغلاط أخلاقية، أغلاط بشرية. اللهم استعان، اللهم استعان، اللهم استعان، اللهم استعان. بنحبكم جميعا، من حبنا لله، من حب كل الناس.